شان نور هي إحدى الماهرات المتخصصات في صناعة الألعاب الخشبية، تعمل من خلال مبادرتها على نشر هذا الفن وإعادته إلى الحياة. فعلى مدار 500 عام اشتهرت منطقة السلطان أيوب بهذه الصناعة، والآن لم يتبقى سوى هذه الورشة التي افتتحت عام 2017 لتحمل على عاتقها إحياء فن صناعة الدمى الخشبية التقليدية. ترى عرفت في منطقة السلطان أيوب التي اشتهرت بأزقتها الغنية بالألعاب التقليدية، أسعى من خلال هذا المكان لتطوير هذا الفن ونقله إلى الأجيال القادمة للحفاظ عليه. تعمل شان نور على استقبال الأطفال بورشتها، إيمانا منها بأهمية أن يرى أطفال العصر الحديث دمى الماضي، لتنمي بداخلهم حنينا لماض لم يعيشوه. فداخل هذه الألعاب عالم من الخيال والقصص لن يجدوه في شاشات هواتفهم أو ألعابهم الإلكترونية. هذه اللعبة صنعت منذ زمن بعيد على يد أجدادنا، الأمر الذي يؤكد أهمية وقيمة ألعاب الأطفال في تاريخنا وثقافتنا. أتيت بأطفالي إلى هنا ليطلعوا على الألعاب القديمة ويتعلموا كيفية صناعتها ويقوموا بتلوينها، فهذه فرصة لإبعادهم بعض الوقت عن الألعاب الإلكترونية. هكذا هي الألعاب الخشبية، جسر بين زمنين، مفعمة بالحياة في سكونها وحركتها، وحاملة لحقب من التاريخ، وإن كانت لا توثق ولا تروي. لطالما مثلت هذه الألعاب الخشبية المتعة للأطفال، لكن مع التطور التكنولوجي أصبح الأطفال حبيسي واقع افتراضي، وأضحت هذه الدمى تبحث عن أطفال يجدون ضلتهم بها. محمد مجدي، تي آر تي عربي، إسطنبول.